السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غادي نخيطوا هذا المونطو اللي فصلت معاكم. ها هو هنايا بديت بالظهر، غادي نبدا بهذه الجهه. هذه غادي نجي نقاد من هنايا. هذه هي داك ديكوب اللي قطعت معاكم. هاد القطعه هذه راه لاصقه هنايا فين وريتكم، قلت لكم راه ما كنكملهاش لتحت، كنخليها لاصقه في الظهر ديالها باش هاد القطعه هذه ما كتخلطليش مع هذوك ديال الامام. من الاحسن تخليو هنا لاصقه واحد 3 سنتيم ولا 2 سنتيم. دابا غادي نجي غنبدا من هاد البلاصه هذه من هنايا. غنجيب هاد الرويس هذا الا كيبان لكم هذا، ونقادو مع هذا، وندوز عليه سنتيم ديال الخياطه. وعاد داك الساعه من نخيطو من هنا غندوز ندير له السورجي وندير له عبر الصباط. هاد الجهه هادي كنشدها هنايا وندير هاد القطعه هادي اللي هذا من التحت، هاد القطعه الصغار. كما شفتوا هذه هي ديكوب ديالنا. الا كتبان لكم الخياطه هنا راه جات مقاده هنايا، هذا هو التركيز ديالنا. الجهه هذه الثانيه غندوزو لها عبر الصباط، نديرو له بعدا السورجي من هنايا. هذه ديال الامام، كما شفتو كنجيبو هادي. الا كان من الاحسن تشدو بالبانكات، الا كان اول مرة كتخيطوهم شدو بالبانكات هكايا وتهبطوها من هنايا، وعاد دوزو بالخياطة باش يجيكم ساهل. دابا انا غنصاوب الامام بعدا، نصاوب لها نصاوب لهم نخيطوهم الجهات بجوج، وندوز ندير لهم السورجي ونرجع ندير معاهم ندير معاكم عبر الصباط. كما شفتوا انا دوزت لهم، دوزت الخياطه السورجي ولا السرفاله. دابا غندوز عليها بعبر الصباط. هاد الخياطه هادي كنقلبها لهنايا، كننعسها لهاد الجيه وندوز عليها بعبر الصباط. من كون كنخيط نقلبها لهنا، ما نقلبهاش لهاد الجهه الصغيره لهنا للظهر، لهاد الجهه لهنايا، وندوز عليها بعبر الصباط واحد سنتيم ما كان نص سنتيم ما كاملش. هنايا كندوز حدا الخياطه واحد اي واحد شويه، هذا كيتسمى عبر الصباط. دابا غنصاوب جيب باسكوال ديالي. كما شفتوا هذه التعليمه اللي علمت معاكم من فصلت. دابا غنجيب هذه القطعه هذه وحده، غادي نطويها هكا على جوج، واحد 4 سنتيم لداخل ولا 5، ونحطها هكايا
نجيب داك نجيب بانكا نشد هاد 4 سنتيم باش ما تحرقليش. غنجي من هنا ونخلي واحد 2 سنتيم ديال الخياطه باش من نخيطو من الداخل وندير له السورجي. غنعبر 14 سنتيم اللي دايره في الجيب. وهاد الباندا اللي كتجي في الجيب عندي فيها 3 سنتيم، غندير 3 سنتيم هنا. غادي نجيب هاد القطعه هادي وغنحطها بهاد الطريقه هادي كما كتشوفوا. هذا هو الوجه باش من تحشى لداخل غيجي الوجه كيبان لبرا كما شفتوا معايا. هنا هاد الباندا هذا هو وجهها. غادي نحط هاد القطعه هادي. غنجيب هاد القنت هذا فين علمت مع هاد القنت هذا هكا، ندير فيه بانكا باش نبقى عاقله. غادي نبدا الخياطه من هنا ونهبط حتى لهنا، نحبس هاد البلاصه هادي. كما شفتوا معايا باش هاد الباندا هادي كنقلبها لهاد الجهه هكا. دابا غنجيب القطعه الاخرى وكندير الوجه عند الوجه. طيب بحال هادي غنقادها مع هاد الجهه هادي، نخلي غير واحد 2 سنتيم ديال الخياطه هنا فهاد القنيت هذا. غنعلم هنا ندير بانكا هنايا باش نبقى عاقله. شفتو غادي نقلب هاد القطع هادو بجوج لداخل. هذا هو داك المثلث داك الصغيور كنشدو هكايا. كما كندخلوا هاد القطع بجوج لداخل كنقادوا هاد الباندا هادي كنقادوا هاد الجهه هكا مع هاد الخياطه جهه هكا مقاده. غنشدوها هكايا، نشدو بيدينا هنا ونقلبوا هاد الجهه لعندي. هذا هو داك المثلث اللي قطعت. غنشدو هنا، غنشدو مع هاد الباندا هادي ونشدو مع القطعة هادي بثلاثة بيهم وغندوز عليهم الخياط. غندوز غير هنايا هي هاد البلاصة هاد. غنوريهالكم بالطباشير باش تبان. هاهي غندوز غير هنايا على حد الخياطة نيشان. تنقلبو الجيب من الداخل.
نشد من هنايا فين عندي الخياطه منين خيطت، وغادي ندور الجيب ديالي باش يجي مدور. هذا هو الجيب ديالي، هادشي هذا كله غادي يتحيد، نضربو بالسورجي، ندورب عليه بالسورجي ونعاودو بالخياطه. دابا غادي نلاقي الكتاف، هذا هو الجيب ديالنا كما شفتو، هو هذا، هذه هي الباندا ديالي ديال الجيب اللي فيها 3 سنتيم، هي هذه، هذه هي الخياطه اللي كنهضر لكم عليها من هنايا. دابا غادي نلاقي الكتاف بعدا. غادي ندوز ندير لهم السورجي والمونطي الكمال، درت السورجي للكتاف، دابا غندوز لهم عبر الصباط حتى هما باش كتجي الخياطه بحال المونطويات. كما شفتو معايا هاد الخياطه راه كنردها لهنا للضوفات من ديال الامام، ها هي كنقلبها للضوفات ديال الامام ونخيطها. هادو هما الكتاف ديالنا، غنجيب الكمال ندير داك الباندا اللي غنكمل بها الطول ديال الكمال. غناخد هاد 4 سنتيم غنخيطها بوحدها على الوجه، هذا هو الوجه ديال الثوب، ونخيط من هنا 4 سنتيم. هذه هي داك الباندا غندير لها هكا ونحط عليها الصديفات هنايا. ندوز عليها بالخياطة هذه، ندوز له السورجي حتى هو، نجيب القطعه الاخرى غندير لها بحال القطعه الاخرى حتى هي القطعه الاولى، غنشد 4 سنتيم. هذا الكول ديالي كل اوفيسي هو جبتو، درت الوجه عند الوجه وغندوز له سنتيم ديال الخياطه. نحيد داك الزوائد شويه نقص منهم باش ما يبقاوليش غلاط. هذا هو المنتصف ديالو، هذا الخلف الظهر، هذا هو المنتصف ديال الظهر، درت فيه علامه بالطباشير. غنجيب هذه العلامه مع هذه العلامه هذه، نجيبو مع الكول هكا، نشدو بالبان.
هذه هي فين عندي 8 ديال السنتيم ديال الصدايف، ها هي فين علمتها 8. غندير الكول هنايا، نجيبو هنا داط الراس ديالو مع هاد التعليمه اللي عندي، ندخلو واحد شويه واحد نص سنتيم ولا سنتيم هكا لداخل، نفوتو هاد الطباشير نفوتو لداخل، نجيب هاد هادشي هادي ونقلبها عليه هكا كما شفتو، ونشد هنايا بانكا وندوز هنايا، خلي سنتيم ديال الخياطة وندوز عليه بالخياطة كامل حتى الجهة الأخرى، حتى الجهة هادي نديرو نفس العملية. دابا غندوز لو سورجي وغنولي نعاود له خياطه واحده اخرى، هاد القنيط نحيد منه شويه ديال باش ما يبقى لي شغليط، هكايا كما شفتو هذا هو الكوب. من هنا غندوز له السورجي ونعاود له خياطه وحده اخرى، دوزت له السورجي كما شفتو. دابا غنجيب الخياطه من التحت من هنا، غنبدا من هاد البلاصه هادي وندور عليها كامله، غنجيب 4 ديال السنتيم ديالي شدها هكايا ونطلع معاها بالخياطه. غنوصلو لهنا ندوزو مع هاد الكول هذا اللي درنا له السورجي، غادي نهبط مع الجهة الثانية الجهة ديال الشمال، غنشد 4 ديال السنتيم هكايا ونمشي، أنا وصلت للجهة التالية كاع الجهة ديال الشمال. دابا غندوز عليها عبر الصباط، غنقلبها على وجهها، دوزت عليها من هنا غنقلبها على الوجه وندير لها عبر الصباط، غادي ندوز مع الكول من هنايا، غندوز له حتى هو من الحاشيه، ندير له عبر الصباط من هاد البلاصه هادي، دوزنا عبر الصباط، الكول ديالي هو هذا، دوزتلو تاهو هنايا عبر الصباط. دابا غنمونطي الكمام، دوزت لهم السورجي، نجيب المنتصف هكا، نعلم الطباشير
هاد التوب ديال البرد من الاحسن ما تقطعوهش، ما ديروش كرانه، ديرو طباشير لحقاش كيتسل. هذا هو ليمونش ديالي، دابا غنلصق ليمونش الاخر. هو ليمونش ديالنا غندوزو هنايا عبر الصبار. هنا غنمونطي الجناب، نحل هاد الخياطات ديال هذا ديال التركيز، نحلهم ندير الخياطة عند الخياطة. صافي دابا غندوز من التحت لوغلي والكمام، حتى هما ندير لهم لوغلي. غندير لوغلي للكم، غندخل 3 ديال السنتيم ديالي ديال لوغلي. هذا هو الكم ديالنا، غنديروا لها نص ضيفات. دابا غندير لوغلي من التحت، نشد من هاد الجهه هادي، غادي ندخل 4 ديال السنتيم ديالي. كنت خليت 5 ديال لوغلي سنتيم كليناه من جهه الكتف، و4 غادي نشدهم من هنا، غادي نطويهم هنايا هكا. راه دوزت له السورجي كما شفتوا معايا، ودوزت له عاود الخياطه. هذا هو الجيب ديالنا، هذا هو الكول ديالنا، حتى هو ها هو فيني. دابا غادي ندير لها الفتحه ديال الصدايف هنايا في الجهه اليمين، وغادي نركب لها الصدايفات عاود هنا. والمونطو ديالنا واجد، راه ساهل. نتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه، والسلام عليكم ورحمه الله.